صباح الخير وصباح الحب وصباح الهنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج هنا والشيف. يا رب تكونوا متابعينا والنهارده هنرد على كل الاسئله اللي جات لنا على صفحه البرنامج. صباح الخير يا شيف. صباح الفل. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير. عامله لنا ايه النهارده يا شيف؟ عملنا لكم النهارده مكرونه بالبشاميل بس بالبشاميل بتاعها لايت شويه، يعني مش محمر وكلام من ده. يعني بشاميل، في بشاميل قديم وفي بشاميل جديد. ايوه البشاميل الجديد. احنا هنعمل بشاميل جديد. البشاميل الجديد. طيب أيوة. وهنعمل ايه تاني؟ وهنعمل ام علي من المكسرات، وهنعمل سمبوسك بجبنه المشكله. ده حلو قوي. طيب هنبدا بايه؟ هنبدا دلوقتي بام علي عشان تلحق تتحمر قبل ما احنا نخلص. طيب يلا يا شيف هنقول لهم المقادير بتاعه ام علي بالمكسرات. ايوه. ملفيه محمص. ايوه. 2 كوب لبن سخن، مكسرات، قشطه، سمنه. بس دلوقتي احنا جبنا الملفيه، عجينه الملفيه انا بحمصها في الفرن، بجيبها وبحطها في الفرن تحت. طيب. الشوايه. ايه البديل لعجينه الملفيه؟ الجلاش. الجلاش العادي اي بتاعك. حاجه عندك جلاش موجود، عندك كرواسون بايت، كرواسون الساده اللي هو مش بالجبنه ولا حاجه، كرواسون الزبده بايت، بتاخديه تفتحيه من النص وتحمصيه برده وتاخديه تستعمليه. طيب تمام. بيبقى جميل. طبعا انا جبت الملفيه وحمصته وقطعته. عندي لبن سخن هجيبه بغليه، لازم يتحط لبن مغلي علشان طبعا الملفيه. هنا هحليه قبل ما احطه. هو ده اللبن معلوش اي حاجه؟ معلوش اي حاجه. بس عليه احنا ما قلناش سكر. ما قلناش سكر. قد ايه سكر؟ نص كوبايه سكر. نص كوبايه سكر. يبقى نقول المقادير تاني: ملفيه محمص، 2 كوب لبن، مكسرات، نص كوبايه سكر، قشطه وسمنه. دلوقتي احنا لازم يبقى على النار بيغلي، نحط معاه السكر اللي هي نص كوبايه السكر عشان يدوب بسرعه. ممكن يبقى اقل كمان من السكر لان في ناس والله حسب الرغبه، يعني في ناس بتحبه كده حسب التحليه يعني. تمام. احنا كده جبناه، هنبدا نفضيه على الملفيه او الجلاش او الكرواسون، الكرواسون اللي هو اللي الساده. الساده طبعا حطيناه. هنجيب القشطه بنحطها على الوش. دي قشطه ايه؟ قشطه بلدي؟ لا قشطه بلدي، قشطه معلبه، اي حاجه بتتحط عليها. ممكن كمان نعملها طاجن صغيره. ممكن طاجن صغيره او الطاجن الكبير ده بنقدم معاه اللي بقى. ممكن كمان تتحط معاها اللي هي مع دي كريمه الطبخ برده، ممكن يتحط كريم شانتي، اي حاجه تديها طعم. طبعا عندي هنا مكسرات مشكله اللي هي بندق ولوز. احنا محمصينها؟ محمصه ايوه طبعا. يعني احنا بنحطها في كوبايه ميه سخنه؟ بنحطها في كوبايه ميه سخنه وبعدين نقشرها ونشيلها. دي لو احنا هنعملها في حاجات الحادقه، لكن دي ممكن نحطها بقشره، بنحمصها ونحطها بقشره. حضرتك لسه قايله لي امبارح فاكيد كان الصنف دي عشان انت كنت هتعمليها في حاجه حادقه. تمام. صح؟ كده احنا هنحطينا هنا المكسرات. المكسرات هنبدا برده نقلبه ونشربه كده. هنحط سمنه او حاجه؟ هنحط معلقه واحده بس سمنه لان طبعا الملفيه اصلا هو كله عجينته مليانه زبده. هنحطه وناخد معلقه سمنه على الوش بس كده. شايف هو كده ده خلص كده؟ سهوله. ده خلص صنف حلو اسرع من كده مفيش. وحاجات موجوده في البيت، الجلاش موجود، لو مش موجود الجلاش الكروسان، ممكن لو مش موجود ممكن عجينه الملفيه ولبن وسكر، كل ده موجود ومتوفر في كل البيوت. ايه السرعه دي يا شيف؟ ده كده خلاص هيتحط على وكده. حط قد ايه بقى في الفرن؟ لحد احنا بنبص عليه بقى كل شويه لحد بس وشه ما يبدا يحمر شويه. هو كده كده مستوي يعني اللبن مغلي وال في اي اضافات ممكن احطها يبقى غني اكتر ولا هو كده تمام؟ لا هو كده تمام، كده احسن حاجه يعني. تمام. هنبدا نعمل ايه دلوقتي؟ هنا عشان تشوفوه البشاميل. طيب نقول المكرونه بالبشاميل. أيوة. واحد كيس مكرونه، ربع كيلو لحمه، ثلاث معالق دقيق، ثلاث معالق سمنه، شوربه، كوبايه لبن، جبن مشكله، شيدر ورومي وموتزاريلا. ده الدقيق احنا حطينا الدقيق على البارد. السمنه كله على البارد. لا بيبقى طعم الدقيق باين او انا جربت الطريقه ما بيبانش ابدا ابدا ابدا. الجبن مشكله، عندي جبنه رومي، الدقيق جبنة على على السمنه على الجبن، على الجبن كله على بعضه. جبن هي مش الجبن اللي على الوش دي يعني. ايه؟ دي طريقه مختلفه، الجبن كنا بنحطها على الوش. لا بس لا الجبن في البشاميل اللي بتدي له طعم، ما هو احنا هنحط على الوش برضو. لا يعني هو ده اللي احنا عارفينه بس. بنحط على الوش برضو. عندنا مكعب مرقه. احنا نسينا نقوله يا شيف، كده بتقول لنا المقادير ناقصه. مكعب مرقه. وعندنا شوربه. لازم نعكسك يا شيف من كتر حبنا فيكي. ربنا يخليك. عندنا شوربه. قد ايه شوربه؟ لبن. احنا بنحط بقى الشوربه على قد ما ياخد، يعني احنا كل ما هنقلبه هنلاقيه تقيل شويه هنزوده. وعندنا لبن. احنا حطينا قد ايه دقيق؟
حطينا 3 معالق دقيق. 3 معالق. هنحطها على النار. هنحطها على النار ونبدا نقلبها. طبعا عاملاه هنا عشان كله يشوفه وهو موجود. طيب لو انا عايزه اعمل نفس الطريقه بس على النار، يعني مش حابه ان ال ان ال الدقيق، هنجيب السمنه ونحطها تسيح، بعد ما تسيح نحط 3 معالق دقيق عليها، وبعد كده نقلبهم فيها لحد لما يتحمروا شويه، مش يتحمر بيبقى لونه ذهبي الدقيق، وبعد كده نحط له الشوربه واللبن برده عليه، ونحط الجبن ونحط مكعب المرقه وبرده ونقلبه عادي. تمام. دي طريقه خفيفه جدا وطعمها حلو. لايت. الحلقه اللي فاتت ناس كتير عجبها فتت الزبادي اللايت. فاحنا مستمرين بقى. دي حلوه قوي وسهله جدا، يعني دي مش متعبه بقى نقعد نحمر ونعمل، سهله جدا وطعمها جميل جدا. انا ممكن اقلب لك يا شيف. اوكي. ونعمل احنا حاجه ثانيه. عشان يعني ابقى ساعدتك. هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنتحضر مكرونه بتتسلق عادي. ايوه. كيس مكرونه. كيس مكرونه مسلوق. طيب احنا لو ما عندناش المكرونه النوع ده اللي هي البنة. والله أو القلم. انا لما باجي بتزنق بعملها باي حاجه. اي نوع مكرونه عندي بعمله بيه. بس هي طبعا يا يعني لو حلوه ليه؟ لو لا عشان لما تيجي تتخرط تبقى الخرط سليمه مع بعضها. لكن التانيه الصغيره دي ممكن تفرر يعني. وبمنتهى السهوله خدنا ده هنحط هنا الاول. بس احنا اللحمه بنعصجها. بنعملها ازاي اللحمه؟ اللحمه بنجيب البصله ونقطعها ونبشرها. اللي حد بيحبها قطع صغيره يقطعها، اللي عايز يبشرها يبشرها على النار مع معلقه سمنه. اول ما تبدا تدبل بننزل عليها باللحمه ونقلب فيها لحد لما تستوي. بنحط صلصه او بنحط فلفل؟ لا الصلصه بنحط طبعا ملح وفلفل اكيد البهارات. لا الصلصه. الصلصه بتبقى احسن. الناس بتحب البشاميل بالصلصه، وفي ناس انا بحبها في اللازانيا، يعني الصلصه بتبقى افضل في اللازانيا. او معلقه صلصه كده تغير بتغير اللون. هنا احنا عندنا اللحمه المفرومه بتاعتنا هي ربع كيلو لحمه. ربع بس ربع كيلو. هنا صينيه صغيره. احنا قلنا نعمل حاجات اقتصاديه، بدل ما نعمل نص كيلو ونسيبه، طب ما احنا نستفيد بيه في حاجه ثانيه، نحشي بيه اي حاجه ثانيه غير ده. كده بدا ايدك يا شيف. هو تقل كده ابتدى يتقل مني. بدا يتقل وبدات الجبنه تسيح. ولسه شويه. احنا كده طيب احنا نسيبه شويه. ايوه. هنحط ايه دلوقتي؟ نحتاج شويه شوربه. شويه شوربه. هو بدا يتقل شويه، هيحتاج شويه شوربه. ونسيبه لحد بقى لما يغلي. عندي طبعا السمبوسه، هبدا احشي السمبوسه. تعبانه. طب احنا ممكن نبدا نحط خطوات البشاميل؟ بس لما البشاميل يبدا. تمام. هحشي السمبوسك عبال لما يبدا. طيب احنا قبل ما نقول السمبوسك عايزين نقول بس مقاديرها. لفه سمبوسك، جبن مشكله، رومي موتزاريلا وشيدر، ونعناع ناشف، 2 معلقه جبنه بيتا. ايوه. تمام كده؟ تمام. هما بيقولوا لي نتابع المكرونه. نتابع المكرونه الاول؟ اوكي. عشان الناس ما تلخبطش. هو خلاص كده بدات الصوص يغلي. يعني احنا بس بنقول لهم الخطوات. ايوه. عشان وقت البرنامج. الجبن كمان ساحت بقى. الجبن ساحت رائع. ايوه. هي طبعا عايز بس تغلي شويه عشان يتقل. طبعا عندنا بقى ملح وفلفل. شايف احنا ممكن نعمل كميات من المكرونه البشاميل يعني تقلل شويه من الوقت اللي بناخده واحنا صايمين. طبعا ممكن تتعمل. يعني مثلا احنا عملنا صينيه، ممكن نعمل صينيتين ثلاثه ونسيبهم. أيوة في الفريزر. ايوه في الفريزر. ممكن نعمل في الصواني الصغيره لكل واحد. انا عندي في البيت ولادي بيحبوا كده، بعمل لهم في طواجن صغيره كل واحد واحد. الطعم مش بيتغير؟ لا بالعكس، حتى تفضل زي ما هو. نيه في الفريزر وبعد كده بتبداي تطلعيها، مثلا انت على الفطار طلعيها من العصر، تفك على الفطار دخليها في الفرن. احنا بنشيلها مش مستويه. بنشيلها مش مستويه. احنا حطينا ايه هنا؟ جوزة الطيب طبعا نزلت. معلش. جوزة الطيب لازم مع البشاميل. جوزة الطيب بيحب جوزة الطيب. حلوه قوي المبشره الصغننه دي. دي بتاعت ايه دي يا شيف؟ جوزة الطيب. بس كده؟ هو جوزة الطيب بس؟ احنا بنستفيد منك كتير يا شيف. ربنا يخليك. الاكلات سهله وبسرعه. سهله وسريعه. وسريعه مش هتاخد منك اي وقت. ناس كتير بتبعت تقول ان هي بت بت بتجرب الاكلات اللي حضرتك بتعملها لنا. كده البشاميل خلاص غلي وتماسك وكده. هو ايه السرعه دي؟ وكده طب ليه في البيت ما بيبقاش الاكل سريع كده؟ كل الناس بتقول السؤال ده، يعني ليه 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 في البيت لما بنيجي ندخل المطبخ ما بيبقاش الاكل زي ما الشيفات بيعملوا؟ هقول لك ليه. لان انا مثلا قبل ما بعمل اطلع على الهواء بحضر الحاجات اللي عندي،
بقطع البصل بحضر. طب ما التحضير ده لو احنا دخلنا المطبخ 10 دقايق هتحضري حاجتك هتلاقيها بقى زي الفل. طبعا تسلم ايدك يا شيف. يلا نرتب. هنبدا ناخد شويه بشاميل بس نحطهم هنا على الطاجن في القاعده بتاعه الطاجن من تحت. ممكن بايركس او عادي. بايركس عادي، فخار، اي حاجه، تيفال، اي حاجه. مش هتقول لا. طب لو احنا سلقين المكرونه من بدري ممكن نعمل ايه؟ ولا اي حاجه، ما جراهاش اي حاجه. لا يعني ما نحطش مثلا ميه سخنه قبل ما بس المكرونه لما تتسلق هتتساب شويه تتصفى من الميه السخنه وتنزل عليها بميه ساقعه عشان توقف عمليه التصفيه بتاعتها، ومعلقه زيت نقلبها عليها. وانت طب راي حضرتك بقى ايه في الميه اللي بيتحط فيها ملح وزيت بتاعت ايه؟ بتاعت المكرونه. ده لازم، بس لازم يعني انا لو ما حطيتش ملح عادي، لان طبعا انت دلوقتي عامله بشاميل فيه جبن، ممكن تحطي ملح هنا والبشاميل فيه جبن تبقى حادقه، تبقى الطعم كله حادق. تمام. فلازم نوازن بقى، لو احنا هنعمل جبن يبقى نقلل الملح شويه ونحط الزيت، يعني شعره ملح ونحط الزيت. تمام. طبعا عندي هنا اللحمه. معلش التكييف. سقع الحاجات. تسلم ايدك يا شيف. بعد كده بنحط المكرونه تاني. بعد كده هنحط شويه جبن معاه. دي نوعها ايه دي؟ دي شيدر وموزاريلا و ميكس بتعمليهم مع بعض. وبرده شويه بشاميل. ننزل ببقيه المكرونه حسب الطاجن ما ياخد. تمام. احنا معانا اتصال. ابراهيم، ابراهيم، ابراهيم لسه معانا يا جماعه؟ الاتصال قطع. كلمنا تاني. احنا حطينا ايه؟ حطينا بقيه المكرونه الباقيه. أيوة. وبقيه وده والبايركس ده اول صينيه دي كيس مكرونه واحد بس، كيس مكرونه واحد وربع بس. كيلو لحمه، ربع كيلو لحمه مفرومه. مفيش احلى من كده. وانت شايفينه ما شاء الله اللحمه كتيره فيه وباينه ومش مش مش شويه يعني ولا حاجه، وبالذات كمان ان معاه جبن. تسلم ايدك يا شيف. تسلم ايدك. هنجيب الجبن على الوش برضه. ابراهيم رجع لنا تاني. الو الو. ايوه ابراهيم اتفضل. طيبين وبشكركم جدا على البرنامج الجميل ده، بصراحه نتابعه من اول رمضان ما شاء الله، حاجه جميله جدا، والشيف بتقدم اكلات جميله جدا فعلا يعني. وحضرتك طيب وبخير. عايز يعني ايه اعلم زوجتي ازاي تعمل لنا مثلا اللي هي الزلابيا والحاجات اللي هي الايه الحلويات، حلويات الشرقي. فيا ريت الشيف كده تبقى تعمل لنا حلقه خاصه بالحاجات دي. حاضر الحلقه الجايه. ميرسي جدا يا ابراهيم. كده المكرونه حطينا على وش الجبن بعد ما حطينا البشاميل. رائع. تسلم ايدك وهنحطها في الفرن على طول. عندنا ام علي بدات تشتغل. تمام. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي بقى هنعمل السمبوسه. احنا معانا بشاميل جاهز؟ معانا بشاميل جاهز. ايوه. طيب نوريه كده للمشاهدين. يا سلام، جاهزه دايما يا شيف. السؤال اللي بساله لك دايما، بتصحي امتى تعملي ده؟ اكل حلو. انا هويتي الاكل، انا بحب اعمل الاكل. والحلو ان هو مش بياخد من حضرتك وقت خالص يعني. وقت خالص. ايوه. تمام. دلوقتي قبل ما نعمل السمبوسك هنعمل حاجه، هنجيب شويه دقيق ونحط عليهم اي سائل، لبن، ميه، شوربه، اي حاجه. ممدوح معانا. الو. ايوه ممدوح. وعليكم السلام، اتفضل. انا البرنامج بتاع حضراتكم حلو جدا، انا متابعه من اول رمضان وكان في حلقه هندي، وكنت بستاذن من الشيف لو تخترع لنا يعني حلو هندي كمان نجربه. ميرسي جدا. حاضر. هنخلي الشيف تعمل لنا حاجه ده. ميرسي جدا ليك. دلوقتي انا عملت السائل ده دقيق وحطيت عليه شويه لبن. ليه؟ عشان اقفل بيه السمبوسه. نفك السمبوسه. لا مش نفكها، نعمل بيه. دلوقتي هنبدا نحشي السمبوسه.
طيب احنا هنقول مقادير السمبوسك يا شيف. ايوه. لفه سمبوسك، جبن مشكل، 2 معلقه جبنه فيتا، نعناع ناشف. في كمان اللي هو السائل بقى اللي احنا بنقفل بيه، اللي هو معلقه دقيق اي سائل، لبن، ميه، شوربه، اي حاجه. هنبدا نحشي بقى بالجبن بتاعتنا. دي طريقه حشو سهله جدا للسمبوسك. تمام. الناس اللي يعني الناس بتزهق منها ما بتعرفش تحشيها. بنعمل كده الاول وهي فاضيه اهي، وبعد كده نعملها كده. بقى عندنا هنا مكان فاضي اهو. تمام. هنجيب الحشوه ونحطها. ايه ده، دي مختلفه خالص. هنحط الحشوه احنا عملناها ايه؟ معلش، الحشوه اللي هي جبن مشكله ومعلقتين جبنه فيتا، ونعناع ناشف. تمام. كده عملنا السمبوسك بالشكل ده. رائعه. هنبدا نقفل كده وكده بمنتهى السهوله. تمام. وكده وهنجيب معلقه عشان نقفل، هنحط هنا كده الدقيق على الطرف ونقفل بيها. الناس بتقول ساعات بتنفش، نعملها ايه؟ ايوه، هي بيبقى نوع السمبوسه نفسه بيبقى كده، بس نقفلها كويس. هنبدا نجيب تاني عشان برضو اللي ما شافها اللي ياخد باله. ولازم نعلمهم، يعني احنا ممكن نعمل لفه كلها. هنعمل كده. وبعدين كده بقى دي مفتوحه عندي اهي، هنجيب الجبنه ونحطها. تمام. انا بستخدم الشوكه عشان ادخل بيها الجبنه عشان يبقى مليان. تسلم ايدك يا شيف. بعد ما عملنا كده بنرجعه تاني كده. اكلاتك كلها رائعه، ربنا يخليك. احنا معانا تليفون. منى. الو. منى ازيك؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عايزه اسالك على طريقه الديك الرومي المشوي. ديك الرومي المشوي، حاضر. تمام. تابعينا والشيف هترد عليكي يا منى. اي اسئله تاني؟ لا تسلمي، ربنا يخليك. اخبار الصيام معاكي ايه يا منى؟ اهو والله هنعمل ايه بقى. يلا ربنا معاكي يا منى. ميرسي جدا ليكي. ميرسي يا حبيبتي. تابعينا والشيف هتقول لك طريقه الديك الرومي. بصي يا ستي منى، هنجيب الديك الرومي. طبعا الديك الرومي بيبقى وزنه حسب الوزن اللي انت عايزاه، 3 كيلو 4 كيلو. هنجيبه وطبعا بنغسله كويس جدا بميه وليمون وخل، وندعكه كويس جدا وملح. وبعد ما ندعكه كويس جدا بناخده وننشفه ونسيبه. نعمل التتبيله بتاعته، بنجيب بصل مفروم، طماطم مفرومه، ليمون، وكل البهارات بقى. هو سهل يتعمل في البيت جدا؟ الناس كلها بتكسل وبتوديه لاي مطعم او حد. سهل جدا يسوي. بعد ما بيتنضف ويتشطف ويتنشف، اهم حاجه يتنشف جدا. بعد ما يتنشف بنجيب الخلطه بتاعته اللي هي عباره عن بصل مبشور، طماطم مبشوره، ليمون، ملح، فلفل، جوزة الطيب، شويه قرفه، كل الحاجات اللي بقى اللي موجوده عندك. وبعد كده بنقلبهم على بعض ونبدا نحشي بيهم الديك الرومي من كل، نتبله بقى من كل حاجه، نعمل له مساج من تحت الجلد وفوق الجلد وكل حاجه. ونسيبه، الافضل ان احنا نسيبه من بالليل للصبح. بعد كده طبعا لو هنحشيه هنحشيه رز، طبعا بنبقى عاملين له الرز بتاعه بالكبد والكلاوي. ما بيبقاش مستوي. ما بيبقاش الرز بيبقى ايه، يعني ممكن نخليه ايه، ثلاث تشوح على النار، ربع سوا تشوح كده على النار ونحشي بيه. بعد كده بنجيب معلقه صلصه وزيت وندهن بيه الديك الرومي ونحطه في الفرن ونلفه بالفويل. ونسيبه لكل كيلو وزن نص ساعه سوا. يعني لو الديك الرومي وزنه 4 كيلو يبقى هياخد ساعتين سوا. وزنه 5 كيلو يبقى ساعتين ونص سوا، كل كيلو ليه نص ساعه سوا. بعد كده بنختبره ازاي، ان احنا بنشيل الفويل وبنغرز الشوكه. الشوكه لو دخل طلعنا مكانها لقينا فيه ميه بتطلع، يبقى لسه ما استواش. نسيبه الحال. وبياخد قد ايه تقريبا وقت؟ ما انا بقول لك لكل كيلو نص ساعه سوا، يعني لو قوه 4 كيلو يبقى ساعتين، 3 كيلو ساعه ونص. بعد كده بنلاقيه بقى نحطه، وما نلاقيش فيه ميه بنعريه ونفتح الشوايه بيتحمر وبيطلع زي الفل. تمام. تسلم ايدك يا شيف. تسلم. وهنعمله لهم مره ان شاء الله في حلقه. ان شاء الله. وبرده عايزين نقول للمتصل اللي سال، قال عايز زوجتي تعمل حلويات شرقيه. ايوه. قول لنا بقى حاجات سريعه. النهارده عملنا ام علي. وعملنا الحلقه اللي فاتت عملنا الجلاش. وعملنا الكنافه. ففي حلقات كتير ممكن يعني ارجع افتح الحلقات هتلاقي حاجات سهله جدا. شيف هويدا ما شاء الله مدلعانا. احنا دلوقتي هنشوف اللي في الفرن. تمام. المكرونه بتقعد قد ايه يا شيف؟ المكرونه اصلا كلها مستويه، يا دوبك عبال ما ابص لقيت تغلي شويه وتتحمر وشاب. هو الوش بس يتحمر لان كل حاجه مستويه. زي خلي بالك يا شيف. ام علي بقت زي الفل. بسم الله. تسلم ايدك يا شيف.
تجنن 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 يا شيف. احنا صايمين يا شيف، يا شيف احنا صايمين. قلبتي ريحه الاستوديو يا شيف. المكرونه ممكن نحطها في النص؟ احطها في النص بقى لان هي بدات تغلي من تحت، هنبدا نحطها في النص عشان تحمر. حاضر، حلو قوي كده. تسلم ايدك يا شيف. احنا ممكن نلف لهم تاني من ال... الله اوكي لسه سمبوسك بعد. الله 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 الله، تسلم ايدك يا شيف. طيب احنا لو احنا مش هنحشي جبن ممكن نحشي ايه؟ ممكن لحم مفروم مع الصاجة. ممكن ممكن تبيني بس السمبوسك للكاميرا ازاي؟ ممكن نحشيه جبنه، طبعا ده محشي ميكس جبن، في ناس بتحبه جبنه بيضه بس. استاذن حضرتك ترجعي السمبوسك. تمام كده، الكاميرا جايباها. تمام المخرج معلش بس دقيق جدا ولازم يبين، هو من حقك طبعا انت تبين تعب الشيف. طبعا لو احنا مش هنحشي جبن ممكن نحشي ايه؟ طبعا احنا عشان ميكس جبن دلوقتي، في ناس بتحب الجبنه بس الفته مع الجبنه البيضة بتبقى رائعه. مع نعناع ناشف، نعناع، زعتر، حلو جدا، زعتر، بقدونس، لا شبت، شبت بيبقى خطير معاها. ممكن نحشي لحمه مفرومه مع الصاجة. ممكن نحشي لحمه مفرومه معاها بصل ومعاها بسله وجزر صغيرين. ودي طبعا بتعلي من قيمته الغذائيه. ممكن الاطفال ممكن تحبها قوي. ممكن نحشي فراخ. لا فراخ دي جديده. الفراخ لا، الفراخ سهله جدا، بنقطعها ونشوحها برده بصل زي ما بنعصج اللحمه بالظبط، بس بيبقى تقيله. انا يعني انا 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 كهنا بفضل دايما انواع الجبن في السمبوسك يعني. لا انا عندي مثلا ابني الكبير ما بياكلش لحوم، بيحب جدا الفراخ. فبعمل له كل حاجه فيها فراخ، يعني انا ممكن اعمل له مكرونه بالبشاميل بالفراخ، اعمل له السمبوسك بالفراخ عشان يحبه. فالسمبوسك بتحشي اي حاجه يعني. احنا مبسوطين جدا يا شيف. نرجع تاني تقول لنا عملنا ايه النهارده كده؟ احنا عملنا مكرونه بالبشاميل باللحمه المفرومه والجبن، وعملنا معالب المكسرات وبالقشطه، وعملنا سمبوسك بمكس جبن. طيب بس استاذنك تقول لنا بقى المقادير والطريقه سريعا تاني لكل صنف. المكرونه بالبشاميل طبعا كيس مكرونه زي ما قلنا، البنه مسلوق، ربع كيلو لحمه مفرومه متعصج، بصله، ونحط عليها طبعا السمنه ونحمرها شويه، ندبلها ونحط عليها اللحمه، ونحط لها البهارات، ملح، فلفل اسود، جوز الطيب، بعد كده وحبهن مطحون. بعد كده البشاميل جبنا 3 معالق دقيق، حطينا ميكس جبن، وحطينا معلقتين سمنه، وحطينا لبن وشوربه حسب ما بيحتاج على قد الكميه، وحطينا جوز الطيب وملح وفلفل ومكعب مرقه. طبعا حطيناه على النار لحد لما غلي. بدانا نركب الطبق بتاعنا، بنحط شويه في الصينيه من تحت بشاميل، وبعد كده المكرونه، وبعد كده اللحمه ومعاها ميكس جبن، وبعد شويه بشاميل، بقيه المكرونه، وبعدين البشاميل وعليها. تجنن فكره المكرونه على البارد دي رائعه يا شيف. تسلم ايدك، وما خدتش وقت خالص. ايوه الصنف الحلو. الحلو ام علي، طبعا انا جبت ملفيه، انا بجيب عجينه الملفيه عندي في البيت وبحطها في الفرن، بحمصها وبعد كده بكسرها. جبت طبعا لبن سخن، كوبايتين لبن سخن، وعليهم نص كوبايه سكر، وسكر حسب الرغبه، يعني في ناس بتحبه حادق وناس بتحبه حلو. تمام. مش حادق بقى طبعا، يعني دلع شويه يعني. بعد كده بنقلبه والسكر مع اللبن، ونسقيه بيه الملفيه. ده اسرع حلو ممكن يتعمل وموجود في كل البيوت. ايوه، ونحط مكسرات. انا حطيت مثلا مكسرات، في ناس بتحط زبيب، في ناس تحط جوز الهند، اللي في متاح ناس عندك اي حاجه متاحه حطيها. وبعد كده بنحط قشطه، ونحط معلقه سمنه على الوش، وبندخلها الفرن. وبندخلها الفرن. تمام، تسلم ايدك. السمبوسك الحشو بتاعها زي ما قلنا، تقدري تحشيها جبنه، تقدري تحشيها اي حاجه، فراخ، تقدري تحشيها لحمه. لو الولاد ما بيحبوش الخضار وما برضوش شكله، ممكن نحطه لهم مبشور. يعني جزر مبشور، سبانخ ممكن بتبقى حلوه. السبانخ، سبانخ مع الجبنه، مع الجبنه بتبقى حلوه، مع الجبنه والفراخ بتبقى رائعه برضو. تسلم ايدك يا شيف، مبسوطين جدا. حلقاتك كلها رائعه وجميله وعلى قد الايد، وفعلا قريبه، وكل الحاجات اللي بتعملها لنا متاحه في البيت. ميرسي جدا ليكي. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه وبخير، وان شاء الله حلقات تانية كتير للمشاهدين، وتردي على اسئلتهم ان شاء الله. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون نالت اعجاب حضراتكم، وحضراتكم طبعا تجربوا الاصناف اللي عملتها لنا الشيف الجميله شيف وايدة ادم، وتقولوا لنا رايكم بقى الحلقه الجايه او على صفحه البرنامج، برنامج هنا والشيف. ميرسي جدا ليكم، الى اللقاء.